عدد كبير من المخاضات التي تعيشها أغلبية الدول الإفريقية. مرجعها مسألة الماضي، مساءلة الماضي وتقييم المستقبل انطلاقا من الهيمنة التي تمارسها عدد من الدول الغربية على أغلبية الدول الإفريقية. إفريقيا تتطلع إلى التخلص من سيطرة ووصاية الغرب عموما عليها. منذ مؤتمر برلين الشهير سنة 1885 الذي تقاسم الغرب أوروبا بالخصوص، تقاسم فيه إفريقيا، ووزعت أراضيها ومجتمعاتها كما لو كانت غنيمة الحرب. اليوم نعيش على رؤى جديدة لإفريقيا والغرب، ونشاهد توجهات سياسية تمس باستقرار القارة وشعوبها، وتنذر بتصدعات كبيرة للحكم وفق روات، حيث تتعرض قارتنا لسباقات جديدة لقوى الشرق والغرب في ظل حركات إرهابية تهدد سيادة الدول واستقلالها وتشجع على توجهات انفصالية هنا وهناك. نتمنى أن يصدر عن نقاشاتكم توصيات وأفكار بشأنها أن تساهم في دعم الاستقرار في بلداننا. حاولنا أن نعالج إشكالية جوهرية، وهي حالة إفريقيا وحالة الغرب اليوم في ظل العالم الجديد. وتبين من خلال هذه المداخلات قناعة جماعية على أن ما يميز العالم الجديد اليوم هو أولا وقبل كل شيء تدهور وانخفاض وتقلص مكانة ودور وقوة الغرب داخل هذا النظام العالمي الجديد، ومرد هذا لكون النظام الكوني الغرب والمرجع التي بنى عليها نموذجه التنموي ومشروعه المجتمعي اقتصاديا وثقافيا وقيما وحضاريا قد وصل مداه، وبالتالي لم يصبح مرجعا للعالم غير الغربي. وبالموازاة مع هذا التوجه، لاحظ المشاركون على أن هناك وعي متنامي للشعوب الإفريقية، للنخب الإفريقية وللساسة الأفارقة بالدور المستقبلي الهام الذي يمكن أن تلعبه القارة الإفريقية في ظل العالم الجديد. بل على النخب الإفريقية أن تؤسس لحركة فكرية جديدة تنطلق أولاً وقبل كل شيء من إعادة قراءة تاريخ قارتنا، وثانياً من التخلص من غربلة ديز أوكسيدانتيزاسيون، تخلص من غربلة كل مجالات ونحي الحياة الإفريقية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وقيمياً ومجتمعياً وحضارياً. وللبلوغ هذا الهدف، وكما جاء على لسان جلالة الملك محمد السادس، على إفريقيا أن تثق في إفريقيا، وعلى أفريقيا أن تعتمد على قواتها الداخلية، وأن تعي بأن نجاح هذا المشروع يمر عبنا بناء إفريقيا جديدة موحدة متضامنة وقوية. لكن كنت نقول أن الأساسي الآن المشكلة المطروحة لولاياتنا ولبلادنا هي الاقتصاد. وشنو هو الاقتصاد؟ الاقتصاد الآن احنا نفكروا في الاقتصاد القرن 19، القرن 19 هو الأساسي المستقبل، هذا النيو تكنولوجي. نعم، الأساسي الآن وهو نحتسب أنه ضروري تنعطى له الأولوية هو الاقتصاد للمستقبل، النيو تكنولوجي.
نيول تكنولوجي، بدلا من دائما بلادنا تشكي من الماضي من المستعمر. طبعا كان هون المستعمر وكان هون، لكن الآن احنا عندنا مجتمعات مستعدة للعمل، لكن ضروري ان القيادة تكافح اولا الفساد وتعطي أولوية للتعليم الحضري. جدي qu'on arrête de parler de refonder les relations Afrique-Europe comme si ces relations étaient de bonnes relations qui ont connu quelques erreurs, etc. Refonder, c'est retourner aux sources et essayer de retravailler les fondations. Est-ce que c'est possible historiquement de revenir sur l'esclavage, d'effacer les graves blessures qui ont été infligées au continent africain, les blessures du colonialisme et du néocolonialisme après les indépendances. Pour éviter d'entrer dans ce genre de débat nostalgique, passéiste et autres, il faut peut-être aller directement au constat que l'Afrique et l'Europe sont des continents voisins, séparés par 14 kilomètres. Normalement, on devrait avoir des relations privilégiées, des relations qui acceptent l'aspect mémoriel, ce qui s'est passé entre l'Afrique et l'Europe, qui a été fait au détriment de l'Afrique. Au détriment de l'Afrique. Mais si on tient compte de tout cela maintenant, on réinvente les relations sur de nouvelles bases. D'abord de respect mutuel. It is always impossible until it gets done. C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Obama y a cru, 2 ans après, il était président des États-Unis, il a même été réélu pour un deuxième mandat. C'est ce que j'appelle le leader accélérateur de l'histoire. Maintenant, il faut comprendre que l'Afrique est partie avec un déficit extrêmement grave. Les meilleurs parmi nous dirigeants, malheureusement, vous avez les 10, les 6 ou 7 ont été assassinés. Lumumba, ça a fait dérailler le processus du Congo dès le départ. Ensuite, vous avez le cadre de la Guinée-Bissau, Amintal Cabral, un brillant intellectuel, un brillant cadre, assassiné. Thomas Sankara, assassiné. Boganda, assassiné. Vous pouvez aligner une liste de leaders africains prometteurs qu'on a empêchés d'exister et de mener leur peuple vers ce qu'on voulait. Donc la question du leadership est devenue fondamentale dans toutes ces dimensions à considérer et croire aussi que l'histoire de l'Afrique